إذا هذا كان مجاب الدعوة، تؤثر عنه كرامات. الكرامة، تنبه أن أهل السنة يثبتون الكرامة. وما الفرق باختصار بين الكرامة والمعجزة؟ وقبل أن نقول الفرق، ما هو التسمية الصحيح للمعجزة؟ الجواب آية. نعم، الآية. فالأنبياء لهم آيات، فالصواب أن نقول لهم آيات وليس معجزات. إذا ما الفرق بين الكرامة وآية النبي؟ ما هي الفرق؟ الكرامة يخفيها صاحبها، أما آية النبي فهي تحدي للقوم. شوف جنس الآية، جنس الآية غير مستطاع للبشر، بينما جنس الكرامة مستطاع للبشر. فالقرآن آية على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا لو اجتمعت الجن والإنس لا يستطيع أن يأتوا بمثله. بينما الكرامة جنسها مستطاع للبشر في صورة قليلة. فمثلا هذا الكرامات عندما عمر رضي الله عنه كان يخطب، وكان قائد جيش المسلمين اسمه سارية، فخاطبه وهو على المنبر ورأى أعداء الدين يريدون أن يلتفوا من حوله حتى يقتلوا المسلمين، فخاطبه وقال يا سارية الجبل. فتعجب الناس، عمر اللهم ارض عنه وين؟ في المدينة، وذاك الرجل في مع جيش المسلمين في مكان بعيد نسيت الآن. فماذا يفعل؟ استغرب الناس. فعندما عاد سارية وجيش المسلمين وقد انتصروا، قالوا سمعنا صوتا يشبه صوت عمر، فصعدنا الجبل. هذه تسمى ايش؟ كرامة. هل من جنس البشر أنه يستطيع رفع صوته؟ الجواب نعم. هل يمكن البشر أن يوصل مسافات بعيدة؟ نعم، ولكن المسافة التي هي في زمن عمر كان لا تستطاع، فكانت كرامة. أما في هذا الزمان في مكبرات صوت، في إيه؟ في تلفونات، في خلويات، في أقمار صناعية وما شابه. إذن هذا الفرق بين الآية والكرامة. اثنين، كيف نعرف الفرق بين الكرامة والشعوذة أو الإهانة كما يسميها بعض العلماء؟ ما الفرق بين الكرامة والشعوذة؟ تفضل. الكرامة لعباده المتقين، أما الشعوذة للدجالين. إذا أردت أن تعرف الفرق بين الكرامة وبين الشعوذة، لابد أن تعرض أعمال هذا الشخص على الكتاب والسنة. لابد أن تعرض أعماله على الكتاب والسنة. فكما قال سفيان الثوري، إذا رأيت الرجل يمشي على الماء، إذا رأيت الرجل يمشي على الماء فلا تصدقه حتى تعرض أعماله على الكتاب والسنة، ترى هو صاحب سنة أم لا. فقيل للشافعي ما قولك في قول سفيان؟ قال قصر سفيان، إذا رأيت الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تصدقه حتى تعرض أعماله على الكتاب والسنة. وفي 91 من التاريخ النصراني
سئل شيخنا مشهور حسن، يعني هذا سؤال قبل 33 سنة، أنا مش اختيار كثير يعني، بس يعني كنت صغير وش تفكروني. المهم فقبل 33 سنة سئل شيخنا مشهور حسن عن أحدهم أنه كان يرى في القمر، يخرج الناس ويقولون رأينا فلانا في القمر فهذا من أولياء الله. فكان يقول الشيخ مشهور إذا رأيت الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء وتراه في القمر فلا تصدقه حتى تعرض أعماله على الكتاب والسنة. إذن أنتوا شفتوا في القمر خيالات ولا حقيقة ما بهمناش، لكن هذا الشخص لا نقول عنه أنه صادق أو كاذب، صحيح أو خطأ، حتى نعرض أعماله إيش على الكتاب والسنة. فإذا الكرامات، إذا هذا الفرق الأول أن بين الكرامة والشعوذة. الفرق الثاني، الفرق الثاني الشعوذة يستخدم الشياطين أحيانا، أما صاحب الكرامة لا يستخدم الشياطين. الفرق الثاني بين الكرامة والشعوذة أن صاحب الكرامة لا يبحث عنها، فهو يطلب الاستقامة. صاحب الكرامة لا يطلبها، وإنما هي إيه؟ وإنما هي توهب إليه. بينما صاحب الشعوذة هو يحرص على تحضيرها وإظهارها. وهذا يلتقي مع قول أخينا عندما قال في البداية أن صاحب الكرامة يحاول أن يسر بهذا العمل وهذه الهبة ولا يظهرها إلا إذا دعت الحاجة.